السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات وأولياء أمور مدرسة الأصدقاء الخاصة، أهلا وسهلا بكم. معاكم مس رشا، مسؤول السيستم ومشرف قسم الحاسب الآلي بمدرسة الأصدقاء. النهاردة هنشرح مع بعض تطبيق ماي سكول أو السيستم من على الموبايل. مبدئيا في البداية عندنا اللينك على الجروب، هنروح ننزل التطبيق، وبعد ما ينزل بيظهر لنا بالشكل ده. طبعا بننزله من على المتجر او البلاي ستور، واول ما بنبدأ نفتحه بيدينا الرسالة دي ان احنا هل نقدر نسمح للتطبيق بالدخول للصور والوثائق. طبعا هنقول له allow او سماح، واول ما يفتح معنا الابليكيشن بيطلب السكول اي دي واليوزر نيم والباسورد الخاصين بكل طالب. طبعا السكول اي دي معظم الطلبة واولياء الامور ما يعرفوهش، وهو رقم 22. اليوزر نيم انا هختار اي يوزر نيم موجود عندي بشكل عشوائي، هكتب الباسورد الخاص بي. لو عايزاه يدخل كل مرة هدوس رسالة ريميمبر مي علشان كل ما افتح الابليكيشن ما سجلش اليوزر والباسورد مرة تانية، وهدوس لوجن. اول ما هفتح هلاقي المنيو الرئيسية بالمنظر ده قدامي، شبيه جدا لاستخدام الويب سايت، لكن بيسهل عليا جدا ان انا ادخل من على الموبايل. اول حاجة خدمات الطالب، اول ما بفتحها بيظهر لي البيانات الشخصية الخاصة بالطالب زي ما هو معروض قدامنا. لو فيها اي خطأ بنلجأ لإدارة المدرسة او شؤون الطلاب استاذة مروة فؤاد، وبيتم تصحيح البيانات. بعد كده بنروح للمواد الدراسية، بيتعرض قدامنا المواد الدراسية الخاصة بالمرحلة والمكتبة، ودي بتنظم وضع المناهج والكتب الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ودي هيتم إن شاء الله العمل عليها. الفصول الافتراضية، ودي بتحددها المدرسة، بنعمل جدول للحصص الافتراضية سواء كان على برنامج زوم أو مايكروسوفت تيمز. المهام الفردية زي ما هي معروضة قدامنا، هنبدأ كده نفتح أي ملف PDF مثلا، ملف التطبيقات. هنلاقي مثلا الملف هو موجود قدامنا، الواجبات المنزلية زي ما بيتم تسليم الواجب نفس الخطوات من على الويب سايت، ولكن هنا هنلاقي الشكل اسهل بكتير. فلنفترض مثلا هنستخدم اي تسليم واجب، وهبدأ اكتب الاجابات واعمل ارسال. لو عايزة اعمل الملف في اجابات هختار الملف من كلمة اختيار ملف واعمل ارسال. بعد الواجبات المنزلية هنلاقي معانا المناهج، وده بيتم عرض كل المقررات او الملفات الخاصة بكل منهج. بعد المناهج بنلاقي الدروس المسجلة، بيتم عرض البلاي ليست الخاصة بكل مقرر زي ما حضراتكم شايفين. مثلا التربية الرياضية هنفتح هنلاقي فيديوهات التربية الرياضية اللي نازلة على قناة السيستم او القناة الخاصة بالمدرسة لكل مدرس. بعد كده الخطة الأسبوعية، حضراتكم عارفين طبعا ان الترم بيقسم الى عدة اسابيع، نقدر نتابع ولي الامر والطالب يقدروا يتابعوا اخدوا ايه في الاسبوع اللي هيختاروه، وهيعرفوا كل اسبوع بيتم تدريس ايه في كل مرحلة وكل مقرر. هنا ملفات الصف، دي اللي بيقوم برفعها المدرسين لدعم العملية التعليمية وانجاز المهام برضو لكل مادة. ملفات الصف خلاص، هنطلع الرئيسية وندخل على التقييم. اول حاجة رقم الجلوس مهم جدا، بيعرفنا ايه رقم الجلوس. التقرير الاسبوعي اللي بيتم رصده من قبل مشرفي المواد للطالب. المتابعة الاكاديمية والمتابعة السلوكية، ودي بتتم من خلال الاخصائي الاجتماعي ومدرس الفصل. درجات الطالب، وهي شهادة الطالب لنصف العام والآخر العام زي ما حضراتكم شايفين. الحضور والغياب، يقدر ولي الأمر يتابع حضور وغياب ابنه من خلال الابليكيشن، بيسهل علينا التعامل أكتر من الدخول للويب سايت من الموبايل. السلوكيات اللي بيتم رصدها من مدرسي المواد،
الاختبارات، ودي نقطة مهمة جدا، لان احنا كان بيقابلنا صعوبة ان احنا نفتح الاختبار من خلال الويب سايت. هنا بنقدر نتعامل بشكل الاختبار الكامل وبيظهر بدون اي صعوبات في التعامل، نقدر نجاوب ونقدر نتحكم في الاختبار بشكل كامل. بعد كده بنروح للأمور المالية، بنضغط عليها بنلاقي الموقف المالي الخاص بكل طالب، يقدر ولي الأمر يطلع على رقم الحساب والمبلغ الذي تم دفعه والمبلغ المتبقي. بعد كده المشاركات، ودي بتتم من خلال إدارة المدرسة عن طريق الأخبار والمكتبة. التواصل إما بيكون مع المعلمين أو المحادثات أو جروبات الواتس، لو ضغطنا على معلميني بقدر أتواصل مع كل معلم، بقدر أختار اسم المعلم وأبعت مذكرة. المحادثات بتتم من خلال السيستم. جروبات الواتس هي الجروبات، بقدر أضغط على اللينك أدخل على جروب الواتس الخاص بي. أتمنى يكون الشرح وافي لحضراتكم، وشكرا لحسن استماعكم أسرة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.